سلام يا حلوين، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. ما تشوفوا هذه لا فيديو. كما اعتدتوا دائما، الفيديو تاعنا هي عباره عن تحديات الرسم والفن والابداع. وقبل ما نبداو الفيديو، نتمنى لكم مشاهده ممتعه. وبيان سو اذا ماكمش مشتركين في قناتي، اشتركوا في قناتي. وتان اذا عجبكم الفيديو اعطوني لايك. ودركا هيا نبداو، ليتس جو. اوكي، اليوم الفيديو اليوم هو تعاوني مع قناة ساري، وهذه القناة هي تقدم محتوى رسم. وهذا التحدي اليوم اللي حنديرو انا وياها هو هذا التحدي اللي طلبته لي متابعتي. واليوم هي حترسم ميني ماوس على شكل انيمي، وانا حنرسم ميكي ماوس على شكل انيمي كما طلبته لي متابعتي. ودركا قبل ما نبدا، يلا ليتس جو. تو اليوم راح نديكم هذا الفيديو، كيف نعلمكم تان كيف ترسموا انيمي عادي، فكل خطوات والاساسيات باش ترسموا انيمي. وتان بيان سور حنجاوب على اسئلتكم كما العاده. فاذا راكم حابين ندخل اسئلتكم في فيديو، روحوا دائما اكتبوا في المنتدى اللي نزلته لكم تاع الاسئله، روحوا سالوني اي سؤال عن الرسم او عني. اول حاجه كما راكم تشوفوا، هذه هي الطريقه الصحيحه لرسم الوجه، دائما نوريها لكم. وثان اليوم وريت لكم هذه هي القاعده او الطريقه الصحيحه لرسم العين كي تكون متساويه. فدرت لكم كشورت، اذا راكم حابين تشوفوه روحوا شوفوه في شورت درت لكم في قناتي. سنحدثكم على قناة ساري. أول حاجة قناتها هي رسم، وتان عندها محتوى شوية متنوع، فتقدم رسومات بزاف. فإذا كم حابين تشوفوا قناتها راهو في رابط الوصف حنديره لكم، فروحوا شوفوا قناتها والفيديو اللي حاب ديرو تان معايا. شكرا بزاف بزاف على الدعم تاعكم، وصلتوني 161 مشترك. صح قليل بزاف، فرحتوني، يعطيكم الصحة. سو ان شاء الله المزيد. وتان اذا كم حابين اي فيديوهات على رسم او نوع تاع الفيديوهات اللي راكم حابينهم، كتبوهم لي في التعليقات في شورت او في منتدى. صح ماش نفعل التعليقات في الفيديوهات لاني ما بيش عندي مشكل، ما عرفتوش كيف وعلى، ولكن اكتبوا في لي شورت ولا في المنتدى. كما راكم تشوفوا، هذه هي التفاصيل اللي خرجت لي في الانمي. هذا الوجه تاع الانمي اللي درتو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. فكما راكم تشوفوا، هذه هي كل تفاصيل الوجه تاع الانمي، ولازم تكون في كل وجه او في كل اساسي باش ترسموا انمي. فهذه هي الاساسيات لازم تحفظوها. كما التفاصيل تاع الوجه، ننتقلوا الى الشعر. سو الشعر بزاف حصلت فيه لاني كل خطره واش كنت ندير. صح مول الكواليس كنت فعليا كنت غير نحاول نرسم الشعر هكايا، فبس صبت هذا النوع. وهذا كل هذا الوجه تاع الانيمي ما ديتوش كاع من اليوتيوب ولا من اي قناه، فخدمته هكايا من عقلي من مخيخ تاعي. سو سما فريمون راني فخوره بنفسي اني درت انيمي من مخي. فكما راكم تشوفوا، هذه هي النتيجه تاع الشعر، بزاف شابه. ونديرو تان بعض التفاصيل تاع ميكي. سو هذه الصوره تاع واحد الباليت عندنا هكايا، سو سما ديت منها كنت ندي منها بعض التفاصيل تاع الوجه. فكما شفتوا هذه هي النتيجة. سو ما كملتهاش كومبلي، حبيت غير نديرها عند الكتفين. ودركا اللحظة تاع سكب القهوة، واخيرا هذه اللي متحمسة لها بزاف. اول حاجة كما راكم شفتوا بالفرشة قديمة عندي، سو هذه الفرشة ما استعملهاش بزاف، فدرتها للقهوة. فمن الاحسن انكم تجيبوا فرشة وتبداو توزعوا في القهوة، احسن انكم تكبوها كومبلي مع الاخر الورقة تمشق معكم ولا هكايا. فانا درت الورقة ماشي مخصص الالوان المائية، فللاسف صح هي تكمشت الورقة، ولكن معليش ما كثرش بزاف القهوة غير باش ما تتكملش ليش بزاف. بعد ما نشفت دوكا نبداو مع بوست الاسئله.
دوك نخليكم مع التلوين. اول حاجة اول سؤال سعر القلم ميكانيكي تاعي. سو اول حاجة هدايا قلم جابوه لي اهلي فمشي انا نشيتو ما بش السعر تاعو. ما الصديق ديك المقربة وكم عمرك؟ اول حاجة كم عمري بزاف سألتوني عليه وسألتكم قلته لكم ما فاتت فعمري 12 سنة وصديقاتي المقربات سوا عندي بزاف بزاف ولكن ثلاثة الاهم اللي بزاف اهم ونحبهم بزاف هما عندي وحده اسمها نهودة وريتاج وايضا ندى فهذو هما اسماء صديقاتي المقربات. اول حاجه كما كنت تشوفوا دوكا بديت نلون في البشره. ثاني حاجه هذا سؤال من ساري سؤال من اللي يصورني ما عندي حتى واحد يصورني انا صور عمري مي بصح نصور بستاندات ستاند هذوك تاع التصوير فعندي زوج منهم للاسف نسيت ما صورتكم شو وريتهمكم في الفيديو ولكن هذو ما يصور بهم سو هذا السؤال قالت لي صوري الناس زوج خطرات او ثلاث خطرات في الاسبوع فيديو سو للاسف ما نقدرش لانه فعلا ما عنديش الوقت ففيديو واحد يستغرق لي اسبوع كامل مع المونتاج ومع التصوير فبزاف وقت عندي ما عنديش ولكن اذا تحبوا نديركم اكثر لكم من الشورت ونديركم تماك في الشورت هكا قواعد تعليميه للرسم. اول حاجه كما راكم تشوفوا دوكا راني بديت في الشعر وهذه هي دوكا مع الخم ما صورتكمش بزاف في اللقطات صو هذه هي تلوين الخلفيه ولكن ندمت كنت حابه ولا خليتها خلفيه بالقهوه ولكن معليش بحقيقه اعطت لمحه جميله فكما راكم تشوفوا هذه هي اللمسات الخفيفه في الرسم ودوكا نوريكم النتيجه. هذه هي النتيجة إن شاء الله تكون عجبتكم ومن هي الأفضل تاع سالي ولا تاعي فإن شاء الله تكونوا للزوج نتيجتين شابين إن شاء الله ودوكا هذه باي باي نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وباي مع السلامة.